ايه فاذا خلي ضميتك تصير زي العصا. يعني شو تقول يا مدويش؟ قاعد يقول لكم مدويش يقول ان التمر يقوي العظام لانهم يقولون ايش التمر اذا ما بمكبوز. خل عنك التمر، لا تفلسف في شيء ما تعرف له. اسمع حماد برا قاعد يصور سنوبه، بيك تروح تاخذ الجوال بسرعه يعني. وشنو اللي تبي؟ دجاج الفحم؟ دجاج الفحم قايل لي يسوي 6 دجاجات على الفحم. يا شباب ترى حمادي يكذب وما عنده. ارسل 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 استلت ما بصاحي يا هاي. والله لو استلتت اعلمك شو اسوي فيكم. نزلها خلاص. دقيقة نسيت انا ودي في الاضواء. دقيقة والله لو ناس لعلمك علي بيصور بعد يقول